رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روروة لم يرغب في تضييع الكثير من الوقت، فمباشرة بعد وصول المدرب الوطني الجديد كريستيان غوركوف إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تم عقد جلسة قصيرة بين الرجلين وتم توقيع العقد الذي سيربط التقني الفرنسي بالخضر لثلاث سنوات، على الرغم من أن الاتفاق تم قبل نهائية كأس العالم الأخيرة حسب مصادر مؤكدة. ومن المنتظر أن يعقد غوركوف اجتماع تعارف مع الطواقم المساعدة هذا الثلاثاء بحضور كل أعضاء الطواقم الفنية والطبية واللوجستيكية من أجل وضع النقاط على الحروف ورسم استراتيجية عمل واضحة تحسبا لانطلاق تصفية كأس إفريقيا للأمم بداية من شهر سبتمبر القادم.